نص كلمة بقلم أحمد رجب. وزير الري غير موفق في التصريح الذي أطلقه بأن المياه الجوفية في صحراء مصر تكفي لمدة 15 سنة. حتى لو فرضنا جدلا أن هذا صحيح، فهو يقول في حرب المياه مع أثيوبيا أننا لسنا في حاجة إلى أي مياه. ثم من الذي قاس كمية المياه الجوفية في الصحراء المترامية؟ وكيف تم معرفة حجم المياه؟ وهل قاس المياه بالجردل؟ أم بالحلة؟ أم بالكوز؟ احترموا عقلية الناس يا معالي الوزير. أحمد رجب. أداء صوتي ياسر حماية.